بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بيكم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن المحاضرة الثالثة في دورة تصميم الإضاءة. النهاردة هنتكلم عن بعض مصطلحات كميات الإنارة يا شباب، بعض مصطلحات كميات الإنارة. هتعرف على بعض المصطلحات، كلام مهم جدا لأي حد بيشتغل في مجال الإنارة، لازم يبقى فاهم المصطلحات دي. أول حاجة أنا هتعرف عليها الفيض الضوئي، أو اللي إحنا بنسميه لومينس فلاكس. إيه اللومينس فلاكس ده؟ لو أنا عندي أي لمبة زي ما إحنا شايفين هنا، كمية الإنارة في كافة الاتجاهات اللي هتطلع من اللمبة دي أنا بسميها الفيض الضوئي. يبقى أنا هنا في عندي ضوء هيطلع في جميع الاتجاهات يا شباب، الضوء اللي بيطلع من اللمبة دي في جميع الاتجاهات بسميه الفيض الضوئي او اللومينس فلاكس. يبقى تعريف اللومينس فلاكس هو كميه الاناره في كافه الاتجاهات، مهمه جدا جدا. طيب وحده قياس اللومينس فلاكس دي اللي هي ايه؟ الليومن. يبقى الليومن، تمام، اللومن ده وحده قياس الفيض الضوئي. يبقى انا المفروض اي لمبه بيطلع منها ليومن، يبقى انا لازم ابقى عارف وحده القياس اللي بتطلع من اللمبه اللي بتعبر عن كميه الاناره في كافه الاتجاهات، بسميها اللومينس فلاكس، وحده قياسها اللومن. طيب لو انا عايز اعرف توزيع اللومن ده على المتر المربع، هيطلع عندي مصطلح بسميه اللومينانس. اللومينانس اللي هو مستوى الاضاءه، وده اللي احنا ناس كتيره جدا بتتعامل بيه. يقول لك الغرفه دي او الفراغ ده عايز 300 لاكس، عايز 500 لاكس، عايز 1000 لاكس. يبقى احنا هنبدا نشوف مستوى الاناره اللي هو وحده قياسه باللاكس. يبقى هو عبارة عن شدة الإضاءة اللي بتطلع من اللمبة أو من الكشاف مقسومة على المتر المربع. يبقى أنا أقدر أقول هنا إن الإي تمام عبارة عن الفاي اللي هو الفيض على المتر مين؟ المربع. يبقى أنا لو عندي وحدة القياس الخاصة بالإي اللاكس، يبقى اللاكس هيساوي الليومن على المتر المربع يا شباب. اللكس ال يو اكس هنا اهو، لكس او ال بيساوي اليومن ال ام على المتر المربع، لان الاي اللي هي اللومينانس بتساوي اللومينس فلكس على الاريا اللي هي بالمتر تربيع. يبقى انا عندي كده مصطلحين مرتبطين ببعض، الفيض الضوئي ومستوى مين؟ الاناره. طيب لو انا خدت كمية إنارة بزاوية معينة، يبقى أنا هتعامل مع الشدة الضوئية. يبقى الفرق بين الفيض الضوئي والشدة الضوئية إن الفيض الضوئي كمية الإنارة في كل الاتجاهات، أما الشدة الضوئية أنا باخد زاوية محددة، باخد لومينس انتنستي أو شدة ضوئية، هي عبارة عن كمية الإنارة بزاوية محددة، مهم جدا. يبقى أنا لو خدت الزاوية دي هقدر أشوف كمية الضوء اللي بتطلع، وبقى بشوف وحدة القياس بتاعتها بالكانديلا وبرمز لها بالرمز اي. لو انا قسمت الكانديلا على المتر المربع بيطلع لي مصطلح اسمه النسوع او الليومينانس. الليومينانس ده عباره عن نسوع الجسم او الوضوح الخاص بالجسم، وهنشوفه في مثال زي ما انتم شايفين كده ان شاء الله في الشرح التفصيلي. يبقى انا عندي اربع مصطلحات، يا ريت نركز تاني مع بعض. الفيض الضوئي وبيقاس بالليومن، شدة الإنارة وبتقاس باللكس، الشدة الضوئية تقاس بالكانديلا، النسوع وبيقاس بالكانديلا على المتر المربع. الفرق الثاني إن في ناس بتشتغل على مستوى الإنارة اللي هو باللكس، مستوى الإنارة اللي هو باللكس، هنشوف الفرق بينه وبين الكانديلا على المتر المربع اللي هو اللومينانس، وإيه الفرق بين مستوى الإنارة والنسوع. زي ما شفنا كده في ملخص المصطلحات، في عندي اول مصطلح اللي هو اللومينانس فلاكس، الفيض الضوئي هو عباره عن كميه الضوء الصادر من المنبع في جميع الاتجاهات. دي اهم كلمه، في جميع الاتجاهات. لو انا شايف اللمبه دي في جميع الاتجاهات بيطلع كميه الضوء، دي اللي بتعبر عن الفيض الضوئي ووحده قياسه اللومن، تمام. وبالتالي نقدر نشوف المصباح بيقدر يطلع استطاعه، تمام، او مقدار من الفيض الضوئي، تمام، كام ليومن. طبعا الكلام بتاع الليومن ده هو اللي بيحدد لي، تمام، انا عايز اشوف كميه اضاءه
مقدارها او فيض ضوئي مقداره كام، وبالتالي يتم اختيار اللومن المناسب للمصباح تمام حسب التطبيقات. ده بيبقى مثلا هنا في عندي قيم استرشاديه، قيم استرشاديه مجرد استرشاد. الاناره العامه لو الاسقف ذات ارتفاع اكبر من اقل من 3 متر ممكن اخد ليومن من 1000 ل 2000 ليومن. الاناره العامه الاسقف ذات الارتفاع اقل من 5 متر هاخد لحد 5000 ليومن. طيب الارتفاع الاعلى من 5 متر اقدر اخد لحد 15000 ليومن، وده قيم استرشاديه. انا اللي يهمني من السلايد دي يا شباب تعريف الفيض الضوئي لومينس فلكس، وحده قياسه هي الليومن، وهو عباره عن كميه الضوء التي يصدرها المصباح في جميع الاتجاهات، في جميع الاتجاهات. طيب المصطلح الثاني رقم 2 ان هو مستوى الاناره اللومينس، ده عباره عن كميه الضوء في المكان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كميه الضوء عباره عن كمية النيومن تمام مقسومة على المتر المربع، وبالتالي كمية أو مستوى الإنارة ده بناخد له وحدة قياس اللي هي اللكس، وهي تعادل النيومن زي ما قلنا تمام مقسومة على المتر المربع. تاني يا شباب، اللكس بيساوي النيومن على المتر المربع. الناس كانت متخيلة يقول لك الكشاف ده أو اللمبة دي بتطلع مثلا 300 لكس، لا، اللكس ده يا شباب عبارة عن اللومن اللي بيطلع من اللمبة أو من الكشاف تمام، من اللمبة تحديدا، مقسوم على المتر المربع. بمعنى الكلام ده مهم جدا يا شباب، الكلام ده مهم جدا. لو أنا مثلا في مكتب من المكاتب بحتاج 500 لكس، معناها إن أنا بحتاج 500 ليومن على المتر المربع. طب لو المكتب يا شباب مساحته 10 متر، يبقى انا هحتاج كام؟ مش 500 بقى، يبقى هضرب 500 ليومن على المتر المربع في عدد الامتار، يبقى هنا المفروض دي 500 لكس. 500 اهو لكس، بكام؟ باليومن على المتر المربع، اضرب في عدد او مساحه مقطع هذا المكان اللي هو بالمتر المربع. يبقى المفروض انا بحذف متر مربع مع متر مربع، يبقى هاخد 500 واضربهم هنا في 10 متر مربع، يبقى 500 في 10 ب 5000 ليومن. 5000 ليومن ل 5000 ليومن ده لمساحه 10 متر مربع. طب انا لو عايز اشوف مكتب 100 متر، يبقى انا كل اللي هعمله هنا اغير دي اخليها 100، يبقى 500 في 100 هتديني 50000 ليومن. يبقى المكتب الاولاني، اللي هو ال 10 متر عايز 5000 ليومن، والمكتب الثاني عايز 50000 ليومن. بس خلي بالك المكتبين هما الاثنين عايزين 500 لكس، وبالتالي استخدام وحده اللكس، اللي هي اليومن على المتر المربع دي افضل، لان هي كده لا تتعلق بالمساحه. يبقى انت 500 لكس، والله لو كان المكتب 10 متر، لو كان المكتب 100 متر، لو كان المكتب 500 متر، يبقى انت كل اللي هتعرفه القيمه بتاعه اللكس اللي هي اليومن على المتر المربع، وتطلع تشوف انت عايز كام ليومن، وبالتالي هتحدد عدد الكشافات او عدد اللمبات اللي انت عايزها. يبقى انا عشان اقيس مستوى اناره يا شباب بستخدم اللومينانس اللي وحده قياسها اللكس، وده ليه جداول احنا بنقدر نعرف منها قيم اللكس المطلوبة لكل فراغ حسب التطبيق. طبعا في قيم ستاندرد هنشوفها حسب الكود، في الكود المصري او في الاي اي سي او في الان اي سي حسب الاكواد اللي انت بتشتغل عليها. هناخد امثلة استرشادية تمام، مثلا في المكاتب ببقى انا محتاج 500 لكس. طب ال 500 لكس دول يا شباب محتاجهم في مهم جدا اللي هو عندي ارتفاع سطح العمل عن الارض، الورك بلان يا شباب. الورك بلان اللي انا بشتغل عليه، لو انا في مكاتب بشتغل على الترابيزه، على ارتفاع الترابيزه من 75 سم الى 85 سم تمام. في اماكن الاستقبال في الفنادق برضو انا هنا طبعا في المكاتب عايز 500 لكس، في اماكن الاستقبال في الفنادق عايز 300 لكس برضو على مستوى الطاوله. في المطاعم عايز 200 لكس، طبعا المطاعم دي بتبقى سبيشال كيس، في ناس بتعمل
إنارة مركزة على الترابيزات أو المواد بتاعة الطعام ليها كذا ليفل، فأنا هنا في المتوسط محتاج 200 لكس على ارتفاع من 75 ل 85 الورك بلان بتاعي 75 ل 85 سنتي. في المداخل عايز 100 لكس، بس خلي بالك الورك بلان هنا فين؟ بيبقى على الأرض. في ناس بتحط ده صفر، تمام؟ في ناس بتحط 1 من 10، تمام، متر أو على ارتفاع 10 سنتي في الممرات. طيب في الممرات برضو، تمام، أو في المداخل اللي أنا بلاقي 100 لكس. غرف الانتظار بحتاج 200 لكس، بتبقى على الورك بلان من 75 ل 85. في السلالم الثابته والمتحركه محتاج 150 لكس، ودي قيم بتختلف حسب الكود اللي انت بتشتغل عليه في التصميم. معلومه مهمه جدا 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 جدا، في ناس كتيره متخيله ان القيم اللي احنا جبناها دي من الجداول 500 لكس 300 لكس 100 لكس دي بتديني إنارة جيدة. غلط، دي مش إنارة جيدة، دي إنارة كافية يا شباب. يعني هو الكود بيدي لك إنارة كافية، لأن أنا ممكن أحقق ال 500 لكس، تمام، بأجهزة مثلا زي الكشافات اللي إحنا بنشوفها هنا في اليسار. هنا محقق أنا على الورك بلان بتاعي هنا على الترابيزة 500 لكس. محققهم إزاي؟ محققهم في إن أنا عندي عاكس أو ناشر، تمام، باستخدام الكشافات العادية بتاعتنا 60 في 60. هنا بستخدم اجهزه لها ناشر، تمام، بتوزع الضوء في جميع الاتجاهات. هنا بستخدم اجهزه لها عاكس بتبقى كونسنتريتد. المهم عندي في كل الحالات دي انا محقق سي مثلا 500 لكس على سطح المكتب هنا، يبقى هنا محقق 500 لكس على سطح المكتب. بس خلي بالك في الصورتين، لو انت بصيت في الصوره اليسار هتلاقي ان الشكل العام للمكتب ده مظلم شويه، وهتلاقي هنا في اجزاء منوره اكتر اهو هنا، وتلاقي الجزء ده اللي على الجدار، تمام، مظلم فوق، وتلاقي السقف نفسه ظلمه. اما هنا هتلاقي الجزء اللي انت حققت عليه 500 لكس، وتلاقي المكتب بصفه عامه منور، وتلاقي الجدران منوره، وتلاقي السقف شكله منور، بالرغم ان انا محقق هنا 500 لكس على الورك بلان، ومحقق هنا 500 لكس على الورك بلان. مهمه جدا، لا يعني تحقيق كميه الاناره اللي هي اللكس حسب المواصفات العالميه ان الاناره جيده. يبقى ده مش معنى ان الاماره جيده، امال ده معناه ايه؟ معناه ان دي الاماره الكافيه على الورك بلان. معلومه مهمه جدا جدا، اهم معلومه في المحاضره دي، لان في مهندسين كتير يقول لك انا عايز احقق 500 لكس، حقق 500 لكس على الورك بلان. باقي المنظر العام يا شباب، باقي الغرفه، باقي الغرفه الشكل العام هيبقى شكله ازاي؟ لا، هلاقي ان انا ممكن احققها بكذا اسلوب، والاطار العام او الشكل العام للغرفه مختلف. طب انا لو عملت ال 500 لكس على الورك بلان هنا على المكتب بس باناره مباشره باستخدام داون لايت، تمام، هلاقي الشكل اختلف. لو انا عملتها باناره غير مباشره، جبت كشافات والكشاف ده بيخبط في السقف فوق، تمام، وبعد كده بترجع الاناره تاني على الورك بلان المطلوب، يبقى ليست معنى تحقيق كميه الاناره للمواصفه العالميه ان انا بدي لك كميه اضاءه، تمام، جيده. اما انا بدي لك ايه؟ بدي لك اناره كافيه على الورك بلان اللي انت بتشتغل عليه. طيب لو انا عايز اشتغل كونسنتريتد مركز، يبقى انا لازم ادخل في مصطلح بسميه الشده الضوئيه او اللومينس انتنستي. الانتنستي يا شباب، الانتنستي دي حاجه مهمه جدا 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 في الاناره، هي كميه الضوء في اتجاه محدد تقاس بالكانديلا بالسي دي، تمام، ويعتبر الفيض الضوئي عباره عن كميه الضوء في كافه الاتجاه. الفيض الضوئي اهو مقارنه اهي، الفيض الضوئي كميه الضوء في كافه الاتجاهات زي ما شفنا. اما انا لو عايز كميه الضوء في اتجاه محدد بزاويه معينه بسوليد انجل، سوليد انجل محدده، تمام، يبقى انا بستخدم الكانديلا او بسميها الشده الضوئيه او اللومينس انتنستي، وده بيظهر في الكيرفات الخاصة بالانتنستي. كلمة مهمة جدا يا شباب، الانتنستي كلمة مهمة جدا جدا جدا، اللي هي الشدة الضوئية. الشدة الضوئية، أنا لما بلاقي شكل التوزيع بتاع الإنارة بيختلف من كشاف لكشاف، وبالتالي أنا بيطلع عندي بولر أو بيطلع عندي كارتيزيان أو بيطلع عندي اللومينانس كون دايجرام، يبقى انا بلاقي هنا شكل توزيع الضوء بالشكل ده تحت،
واخد شكل المثلث ده او الكوب. في عندي الكارتيزيان، يبقى انا بلاقي شكل توزيع الاناره كده. بعض الاوقات بلاقيه بولر بولر. طب ايه الاختلاف هنا؟ الاختلاف في الانتنستي يا شباب. هنا دي انتنستي، هنا عندي انتنستي، هنا عندي انتنستي. يبقى انا الانتنستي دي هي اللي بتوضح لي، اللي هي احنا قلنا عليها الشده الضوئيه، هي اللي بتوضح لي شكل توزيع الاناره من الكشاف. فانا لو شفت هنا البولر لومينس انتنستي جراف، الدياجرام ده بيوضح لي الديستريبيوشن اوف لومينس انتنستي، اللي هي شده توزيع ايه؟ شده توزيع الضوء، تمام، بالكانديلا فور الترانسفير او السوليد لاين. انا هنا عندي في سوليد لاين اهو بيديني قيم، هنا عندي 1000، هنا عندي 2000، 3000، 4000، وحسب الانجل بتاعتي. الانجل هنا 30، الانجل هنا 60، الانجل هنا 90. وبالتالي بقدر اشوف شده الاضاءه عند كل ليفل في التوزيعه البولر. طب في الكارتيزيان لومينس انتنستي بقدر اشوف نفس القصه هنا في الزاويه اللي هي زيرو عند الكشاف، نزول الاضاءه هنا بعد كده 45 90 135 180، وبيديني قيمه اللومينس اللي هو شده الاضاءه 400، تمام، 600 800 1600 2000 وهكذا. طيب هنا في حاله الكون دايجرام، الكون دايجرام بيديني هنا يا شباب بيديني البيم، البيم دايمتر القطر بتاعي. يبقى انا هنا ادي الكشاف اهو بتنزل الاضاءه كده بتتوزع بالشكل ده. لو الدايمتر 9 من 100 متر يعني 9 سم، لو الدايمتر هنا واحد 35، لو الدايمتر 2 متر، لو الدايمتر 3 متر 75. طب عند اول ليفل كانت اللومينانس ب 1450 لكس، كل ما ابعد ب 334 لكس، ابعد اكتر ب 163، ب 91. يبقى انا كل ما ابعد القيمه الخاصه باللكس اللي هي التوزيع على المتر المربع، لان هنا الفرق بين فوق وتحت ان الاريا هنا بتزيد، الاريا هنا ايه؟ بتزيد، وبالتالي يختلف قيم اللكس. يبقى ده الانتنستي يا شباب. الشده الضوئيه حاجه مهمه جدا 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 لازم تاخد بالك منها. لو احنا شفنا هنا في الشده الضوئيه، لو انا شفت الشده الضوئيه تحت المصباح بزاويه صفر، يعني تحت المصباح مباشره اللي هي دي، تمام، بلاقي ان هو بيطلع 3100 كانديلا. لو انا مشيت بزاويه بعدت، كل ما ببعد كل ما ببعد اهو، انا زاويه اقل زاويه اكبر زاوية، لحد ما اوصل زاويه 30، بتبقى الكانديلا اللي انا قستها هنا اللي هي شده الاضاءه هلاقيها كام؟ هلاقيها 50 كانديلا. انا بعد ما ببعد عن الفوكس ده زي الجزئيه بتاعتي دي، تمام، كل ما ببعد هنا بلاقي الكانديلا بتقل عندي لاني بعدت عن السنتر بتاع تركيز الاناره. وبالتالي الشده الضوئيه عامل مهم جدا جدا في الاناره المركزه او الكونسنتريتد او الاكسنت لايتنج اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. تعال نشوف مثال، تعال نشوف مثال. لو انا عندي كشاف او عندي مصباح هالوجين في عاكس، تمام، مقدار الوات او الباور او الاستطاعه الكهربائيه 50 وات، ده بيطلع، ده اللي بيطلع في جميع الاتجاهات 1450 نيوما، ملوش علاقه بالزاويه. طيب لو انا عملت الكشاف ده بزاويه 60 يا شباب، زاويه ايه؟ زاويه 60، يبقى يديني شده الاضاءه اللي تطلع منه 1430 كانديلا. طب انا لو قللت الزاويه، يعني خليت الحزمه بتاعت الاناره دي ضيقه، زي فكره الخرطوم، ان انا لو انا عندي خرطوم برش بيه ميه من غير ما اضغط على الخرطوم ده، الميه بتنزل على بعد قريب، لو انا ضغطت عليه قللت الكروس سكشن اريا بتاعت الخرطوم بيقدر يمشي مسافه اكبر. فانا لما قللت الزاويه ضغطت، وبالتالي هيطلع عندي شده ضوئيه اكبر. شايف لما قللنا الزاويه من 60 ل 10 بقيت 16000 كانديلا، ودي معلومه مهمه جدا جدا جدا. هنا انا فارش بزاويه كبيره 60 مثلا، انا هنا فارش بزاويه 10، وبالتالي شده الاضاءه هنا مركزه اكتر. النسوع او اللومينانس، اللومينانس زي ما احنا قلنا هو عباره عن الكانديلا على المتر المربع، وهو ده عباره عن ما تراه العين من مقدار نسوع الجسم، تمام، او نسوع الضوء لما يسقط على الاجسام، واللي هو بقصد الكانديلا على المتر المربع. لو انا عندي مكان فيه 500 لكس وجبت ورقه لونها ابيض
ورقه لونها اسود، هما الاثنين سلطت عليهم 500 لغز، هلاحظ ان الورقه اللي لونها ابيض بتظهر اكثر نسوعا من الورقه اللي لونها اسود، لان الالوان زي اللون الابيض بتعمل نسوع او انعكاس للضوء بمقدار اكبر من اللون الاسود. وده مثال تاني، لو انا عندي مكتب، المكتب بقى هو لونه بيج، لو انا بصيت على النسوع بتاع المكتب هلاقيه 40 كانديلا على المتر المربع، انا لو حاطط ورقه بيضه هنا هروح الاقي النسوع بتاع الورقه اكبر، وصل 48 كانديلا على المتر المربع. وزي ما احنا بنقول الالوان زي الابيض ليها نسوع، يعني بيعكس، هو النسوع هو انعكاس الضوء على الاسطح، تمام، هو عباره عن علاقه بين النسوع ومستوى الاناره، تمام. ده بيختلف باختلاف اللون او بيعتمد على اللون، زي اللون الابيض ليه عباره عن الضوء الابيض يعكس 85% من الضوء. طبعا خلي بالك الابيض درجات، يبقى انت ممكن تلاقي ضوء ابيض بيعكس 75، بيعكس 78، بيعكس 80، بيعكس 85 وهكذا. يبقى الضوء الابيض او اللون الابيض درجات، الاسود بيعكس 5 وبرضه الاسود درجات، الاخضر 19 والاصفر 50 والاحمر 11 من الضوء. خلي بالك معلومه مهمه جدا جدا جدا، ان انا بعتمد على اللون الخاص بالحاجه اللي انا بعكس عليها وبتديني نسبه انعكاس. يعني في المثال ده لو احنا بصينا، احنا دايما لو عندي 500 لكس مثلا، عايز اشوف شده النسوع الخاصه بكل مكان، دي غرفه اللون بتاع الجدران بيج غامق، وفي هنا عندي اللون ده رمادي غامق او يقترب من الاسود. لو انا بدات اشوف مستويات شدة الإضاءة على الجزء الأسود أو الرمادي الغامق هلاقيه شايف زي هنا أهو، اللون ده اللي هو 300 لكس، بينزل من الكشافات 300 لكس وبيديني هنا الإضاءة اللون الأبيض. لو أنا بصيت هنا على الجدران أو الجزء اللي بين الجدار والحائط هلاقيه 262 ونص. لو بدأت أبص هنا مثلا أهو، لاقي ده 225، اللون الاصفر او المصفر شويه 187، اللون الاخضر من الجدار 150. هلاحظ عند التقاء الجدار مع السقف هنا بدا يظهر اللون ال 112، بعد كده بيظهر اللون الازرق عند ال 112، وده تحليل مهم جدا جدا جدا، تقدر تعرف منه مستويات النسوع للغرف، تمام، باستخدام مستويات شدة أو مستويات الإنارة لوحدة قياسها اللكس. وبالتالي إحنا هنعمل علاقة بين النسوع ومستوى الإنارة، النسوع بيساوي مستوى الإنارة في عامل انعكاس على باي. تعال نبدأ نشوف، مثال. لو أنا عندي مستوى الإنارة زي ما إحنا شفنا على الأرضية هناك كان 300 لكس وعلى الجدار كان 150 لكس، هتروح تلاحظ النسوع هنا على الأرضية 18 والنسوع على الجدار 40. معنى كده النسوع على الجدار، اكبر من النسوع على الارضيه. طبعا هنا لون السطح هنا الرمادي الداكن اللي احنا قلنا عليه الارضيه، والثاني البيج الفاتح، معامل الانعكاس بتاع الرمادي الداكن 18 والبيج الفاتح 77. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده كلام مهم جدا، الناس اللي بتدخل على الدايلكس بيلاقي الراجل بيعمل دهانات للجدار، بتعمل دهانات للسقف وهكذا، لازم تبقى فاهم البرنامج بيختار الدرجات دي ازاي، انت مش مجرد يوزر بتدخل ارقام وخلاص، لازم تبقى عارف الكلام ده بيتعمل ازاي مانوالي، وبيتم اختياره او اختياره ازاي. وبالتالي انا هوصل لملخص المحاضره اللي احنا اشتغلنا عليها النهارده، هو ملخص مصطلحات كميه الاناره، الفيض الضوئي اللومينانس فلكس، كمية الإنارة يا شباب في جميع الاتجاهات، ووحدة قياسها باليومن. لو احنا قسمنا اليومن على المتر المربع بيديني اللكس، واللكس وحدة قياس اللومينانس اللي هي مستوى الإنارة أو كمية الإنارة على السطح. لو احنا عملنا إنارة مركزة بزاوية محددة يبقى هنروح للشدة الضوئية، وحدة قياسها الكانديلا. لو قسمنا الكانديلا على المتر المربع يبقى احنا كده اشتغلنا على اللومينانس اللي هو النسوع، وده كلام مهم جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.